كما تشاهدون تنتشر في شوارعها وأزقتها المواكب الخدمية والمواكب القائمة على إحياء هذه الشعائر، هذه الشعائر المقدسة التي هي شعائر الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورين بإحياء هذه الشعائر لأنها شعائر الله سبحانه وتعالى وفيها رضا لله وللرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين ليس فقط يمثل الشيعة كما أراد البعض أن يحجم الحسين، فالحسين ابن رسول الله ورسول الله رحمة للعالمين، والحسين حجة على من جميع من خلق الله، الحسين للعالم أجمع، الحسين للإنسانية، الحسين الذي ضحى بنفسه وبعياله من أجل الدين وسبيت حريمه من أجل الدين. طبعا احنا هنا عندنا وحدة شعائر حسينية في قضاء بلد تشمل المواكب المسجلة 146 موكب، مقسمة طبعا بين خدمي وزنجيل وطبخ 10 أيام، فكل موكب قائم بعمله زين. واحنا عندنا برنامج لهم، هذا البرنامج بعض المواكب تبدي من اول يوم. طبعا اول يوم عندنا رفع الرايه في مرقد الامام السيد محمد عليه السلام، وبعد ذلك تبدي مراسم سيدنا ومولانا ابو عبد الله الحسين. اليوم محافظ صلاح الدين تقيم الشعائر الحسينيه في كل مكان. هناك كثير من اخواننا السنه يحضرون المجالس الحسينيه في قضاء بلد وفي قضاء الدجيل وفي الحاتميه، فهي رساله لكل العالم بان العراق هو يعيش حاله سلميه بكل اطوافه وكل قومياته. لذلك احنا بصراحه من هذه المعركه نقتبس الكثير من الامور من الصبر والتحمل. لذلك احنا رسالتنا لكل السياسيين العراقيين ان يحذوا حذو الامام الحسين عليه السلام، هناك التضحيه، هناك الفداء من اجل الكرامة والعز والبقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشوراء في مدينة بلد ككل عام هو رسالة حب وطمأنينة لجميع أطياف الشعب العراقي، فاليوم تجد بالمواكب الحسينية من كل مناطق محافظة صلاح الدين يشاركون المعزين بذكرى استشهاد أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. فهذه المواكب هي ليست فقط لمواساة المؤمنين والمسلمين بهذه المناسبة، بل هي إرسال رسائل إلى جميع المجتمع الدولي والعربي وحتى المحلي بأن الإمام الحسين عليه السلام جاء برسالته من أجل الإنسانية، من أجل إحقاق الحق ونصرة الحق ضد الباطل. اليوم مدينة بلد تتوشح بالسواد تعزية ومواساة للإمام الحسين عليه السلام بهذه المناسبة. نتمنى أن تكون هذه المناسبة هي يعني بداية للوحدة الوطنية وبداية للتواصل والتآصر ما بين أبناء الشعب العراقي بجميع أطيافهم ومكوناتهم. بالنسبة للمواكب الحسينية الكبيرة، كل سنة بالنسبة احنا هذه نقدم الخدمة للمعزين، من يعني الأشياء اللي نقدمها ضمن الشاي والماكل من التمن والقيمة وإضافة للمشروبات.